السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد. ومقطعنا لليوم اللي راح نتكلم عن بيركات سلاح للدراغون رور. طبعا هذا السلاح من ايفنت الصيني، فأكيد في ناس حضروا ايفنت الصين فأكيد عندهم هذا السلاح، فراح ننزل عن أفضل البركات لهذا السلاح. طبعا هذا السلاح إجا بيمتاز في آخر بركات، يعني أكثر من بيرك إجا على هذا السلاح. فاليوم ان شاء الله راح يكون معانا من هذا السلاح نوعيتين من هاي البركات الحلوة والنادرة بتعتبر في هذا السلاح. فبتمنى من كل واحد معانا بتابع المقطع يعني تضغط لايك وتحط كومنت ورأيك، واكيد طبعا اللايك لما نطلب منكم حبايبنا، اكيد انا ما باخذ وبروح اعمل عليه صدر كبسي او مندي، يعني فقط اني اشوف التفاعل عندنا على المقاطع. يعني ما شاء الله مشاهدات عالية، لكن ما في حدا بيضغط اللايك، اللايك بحفزنا اكثر واكثر، وان شاء الله من يوم طالع انكم تصيروا تضغطوا اللايك يعني وتتعودوا على هذا الاشي. فبسم الله ونبدأ. طبعا زي ما احنا شايفين الالمنت تبع السلاح ما بتغير ابدا، يعني لو نفوت عليه فاير فقط فهذا السلاح بيجي فاير، يعني اغلب اسلحة او كلها بشكل عام اسلحة الايفنت الصيني كلياتها اجت معانا فاير. والبيرك الثاني اللي هو الكريت دامج، والبيرك اللي بعده المجازين سايز، نزيد عدد الطلقات في السلاح. وعندنا الكريت ريتنج او الكريت ريتنج اللي هي الفرصة اللي بنزيدها بالسلاح، ودامج تو افليكتد تارجت. واخر بيرك اللي هو بعطيني امباكت 40% وستن، فهذا البيرك يعني مش متواجد في الرشاشات كلها بس من حدث الصيني، وكمان في عنا رشاش ثاني راح نورجيكم اياه وراح نجربه كمان، لكن بيركات مختلفة. لكن هاي هي البيركات اللي ممكن تركبها وافضل البيركات. فصراحة يجيني واحد يا زورو ليش حاطط دمج تو افليكتد تارجت؟ ليش؟ لانه سلاح لدراجون رور بيعمل افليكشن. ليش هو الافليكشن؟ اللي هو دمج اللي بعطيك اللي هو النزيف لمدة 6 ثواني، فيعني دمج تو افليكتد تارجت راح تشتغل عليه 100%. فعشان هيك لازم تكون مخليها عشان يعطيك الدمج اللي بتاخذه، يعني هسه عندنا اياها 30%، لما تعملها لذهبي بيكون 45% وبتكون ممتازة جدا. فعندنا دمج السلاح حاليا 10,000، الهيد شوت 18، 36.5 الفرصة، 165 الضرر لانه حاطط بنت عيد الميلاد كبونص ثاني، وكمان عندنا اللي هو المسافة تبعته 4,000، والريلود تايم 1.9 والامباك 830. فخلينا ننتقل على السلاح الموجود معانا في الشنطة ونورجيكم انه البركات مختلفة. فطبعا هي السلاح امامنا، طبعا البركات فيها اختلافين بسيطات، الريلود بتغيرها المجازين لانه المجازين 20 طلقة غير كافية، فبتزيدها في المجازين راح ترتفع عندك الطلقات، والدمج تو موست مونستر بتشيلها بتحطها دمج تو افليكتد تارجت، لانه زي ما حكينا لكم في اللي هو افليكشن من نفس السلاح فافضل بتكون من الموست مونستر. والموهبة الاخيرة اللي هو كل ما تعمل كل راح تنزل العاب نارية وتصير تفرقع وتدمج الزومبي، فراح نشوفها في خلال تجربة السلاح امامكم. فننتقل على الهيرو اللي راح ندخل فيه، راح نفوت بالبنت الهيكل العظمي اللي هي ريسكن عن الاوربن اسولت، والبونص الثاني راح يكون لبنت عيد الميلاد اللي بيعطينا كريت هيد دامج 72%، فهذا البونص حلو كمان متوفر معانا في الشخصيات الموجودة اللي بتيجي او من ايفنت الكريسماس الحالي اللي هو الختيار موجودة في هذا البونص. وكمان هاي الشخصية كمان من هذا الايفنت اللي بتعطينا للجرانيد امباكت وبتعطيها يعني بتخليها تنشطر القنبلة لما نيجي نرميها بتتوزع وبتدمج تعطي دمج تقريبا 6 قنابل بيطلعوا منها لما نرميها، راح نورجيكم اياها. فهي كل البونصات موجودة من هذا الايفنت، فهي البونصين يعني ممتازات وحلوات تستخدمهم مع المهاجمين. فخلينا نفوت مهمة باور 100 ونجرب سلاح لدراغون رور امامكم. طبعا حاليا دخلنا المهمة، طبعا سلاح الدراغون رور عشان اللي ما بيعرف يعني واللي حضروا ايفنت الصيني اول ما نزل هذا السلاح، كان انا ايامها باوري ضعيف جدا. هذا السلاح يعني لما تيجي تطلق على الزومبي، طبعا لما تيجي تضغط R2 ما بتطلق، لازم تضلك تضغط R2 ورا بعض عشان تكون عارف. طبعا زي يعني هو حدث الصيني كان معتمد على شبه الالعاب النارية والمفرقعات تبعتها، فيعني كان سلاح جبار جدا. لما تيجي تطلق طلقة واحدة يصير عملية انفجار. طبعا زي ما انتم شايفين حاليا امامنا على الجدار، هذا الانفجار كان يظله يتشكل على الزومبي وكان جدا عالي. اجوا بعد تقريبا او 2 3 عملوا له نيرث وضعفوه،
ففي ناس او كميات كبيره بيعتمدوا هذا السلاح انه يعني للدفندرات، لانه مزعج زي ما قلت لكم، مزعج بالار 2 ظلك تضغط الاسلحه لنا كبلاي ستيشن، مزعج جدا. لكن في ناس بيستخدموه للدفندرات ممتاز جدا. فهذا السلاح اللي في ايدي حاليا اللي فيه الموهبه الاخيره اللي بتنزل العاب ناريه وبالدمج. فخلينا نشوف الزومبي حاليا امامنا، اول ما ندمجه اول ما يموت نزلت هي الالعاب الناريه، شايفينها كيف فبتعمل العاب ناريه على كل كل بنعمله بتنزل منهم العاب ناريه. فطبعا الزومبي ووتر هون والسلاح معنا فاير حيكون معاهم ضعيف، فشايفين الالعاب الناريه اللي بتطلع من الزومبي. والسلاح الثاني اللي بيعطينا اللي هو امباكت زائد استن. ففي موهبه يعني ناسيها انا فعليا اللي هي بتعمل زي استن وبتطير الزومبي في الهواء، فما بعرف هل هي كانت على الستن على اللي هي الامباكت وغيروها وخففوها، لانه هذا السلاح زي ما قلت لكم كان قوي وضعفوه كثير. فخلينا نشوف زومبي ثانيين ندور عليهم ونشوف اللي هي موهبه الستن. بدناش نروح على المقبره لانه السلاح حيكون او التجربه راح يترسبن علينا مليون زومبي، والسلاح بدك تقعد تخطخ طلقه 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 عليهم راح يكون شوي الامور صعبه. فعشان تكون تجرب معانا 100% فخلينا ندور هون زومبي. اوكي قدامنا زومبي، خلينا نجرب. طبعا هذا السلاح الاول شفتوا العاب ناريه كانت تنزل، وهذا السلاح راح يعطينا اللي هو امباكت وستان. طبعا الستان شايفينه كيف الستان، طبعا النزيف زي ما قلت لكم في نزيف، وكمان بيمتاز انه مثلا خلينا نشيل اول شيء الساحره، شايفين الستان والامباكت اللي بيجيهم، نشيل هذا الصغير. فلما اجي ادمج هذا الزومبي الاثنين قاعدين بيتدمجوا من نفس الطلقه، فهذا الحلو في الدراغون رور. وكمان يعني زي ما قلت لكم كان بس تطلق طلقه يعني بيقعد الزومبي بس طلقه واحده تضرب عليه يموت على السريع، فعشان هيك السلاح كان قوي جدا. وزي ما قلت لكم اجا نرف، فهذا هو اللي فيه الستان والامباكت، فشايفين اجا ستان ومات. طبعا مات من النزيف، عشان هيك بقول لكم دمجت افليكت التارجت تحط فيه، لانه فيه اللي هو موهبه الافليكشن. فخلينا نشوف هون لما نيجي نقتله راح تطلع معانا الالعاب الناريه. فشايفين هون 20 طلقه وهون 30، اللي هون 30، ال 30 بيكون افضل. فطبعا انا مش ممكس او مش مغير البيرك اللي هون، يعني صنعته وجربته، لانه زي ما بتعرفوا الاسلحه بنظبطها وبنجربها اول في اول، فبنشوف شو بتحتاج بنقعد نعدل عليها. فهذا السلاح الثاني لسه مش حاطط عليه او مش مصنع اللي هي فيه المجازين، المجازين زي ما انتم شايفينها هون مجازين سايز، بتصير عندي 30 طلقه لكن لسه ما عدلتها. زي ما انتم شايفين دمج السلاح يعني حلو مش عاطل، لما يجي اللي هو الافليكشن مع دمجته افليكتد مع الفرصه والضرر يعني شيء حلو. وكمان عندك الامباكت والستن اللي في السلاح او اللي بيملكوا هذا السلاح يعني اللي بتنزل العاب ناريه، صراحه بيرك حلو ويعني، وفي ناس بيعتبروه هذا السلاح نادر، فانا عندي في الكوليكشن موجود ملزق في الكوليكشن، فراح ابحث فيهم اشوف اذا موجود هاي الموهبه واسحبه. وكمان يعني السلاح يعني لنسبة للناس اللي بدهم يصنعوا او للتصنيع راح يكون متواجد، وكمان راح ارجع مطرقة الدراغون، يعني في عندي مطرقة للدراغون، فما بعرف اذا انه موجودة حاليا معاي هون، لا مش موجودة، حاطة في الكوليكشن، ان شاء الله راح اسحبها واعملكم عليها مقطع. المطرقة نفس الشيء فيها اللي هو نزيف واشياء زي هيك وكمان حلو. فخلينا نشوف هسه الزومبي امامنا ابو النحل، على طول نزلت هاي الصواريخ، نشيل هذا الزومبي المزعج. اوكي هون الصغار هون، اوكي اول ما يموت واحد منهم على طول نزلت العرب الناريه، فعلى طول شايفين الدمج اللي بتشكله عليهم كلياتهم تدمجوا. فحلو الموهبه يعني كل ما تقتل واحد على طول تنزل العاب ناريه وعلى طول بتعمل دمج عليهم، فموهبه حلوه يعني مش عاطله. زي ما قلت لكم كمان مع الديفندر حتكون حلوه ورائعه. وكمان زي ما انتم عارفين يعني اللي هو الطلقه بتظلها مخترقه، يعني زومبي قدامك خلينا هذول نجيبهم الاثنين ورا بعض، اوكي هذول الاثنين ورا بعض، يعني دمجت هذا واللي وراه قاعدين بيتدمجوا. طبعا زي ما انتم شايفين لما تطلق الطلقه على الزومبي الواحد بيظلوا يجي زي نزيف، هي هون طلقه بيظلها تجي نزيف نزيف لحد ما يموت. فهيك بكون يعني امور سلاح للدراغون رور واضحه جدا. طبعا ما جربناه على المسمو نستر، يعني حبيت اورجيكم كيف على الزومبي العاديين بكون السلاح، فاكيد يعني كمان على المسمو نستر حيكون كويس.
لكن كتجربة اللي هي المواهب اللي فيه الستان والإمباكت يعني حبيت أجربها على الزومبي العاديين عشان تكون الأمور واضحة لإلكم. يعني أكيد في ناس حضروا الإيفنت الصيني يعني قدام في اللعبة، فهذا السلاح يعني أنا بعتبره سلاح حلو ورائع لكن مع الديفندرات. فهيك بكون يعني وصلنا لنهاية مقطعنا، بتمنى من كل واحد يتابعنا للآن لا تنسى اللايك والكومنت ورأيك في سلاح الدراغون رور. زي ما حكيت لكم كمان السلاح حاليا متاح معاي ومطوره لإلكم وقت تصنيع أو بث تصنيع الأسلحة عشان تطلبوا ونصنع لكم منه، ويعطيكم ألف عافية ونشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله.